لكن أنا عاوز أعترف بشيء، بحب صوتك وشخصك وكله تمام، لكن في شكرا. إشي بعتقد أهم اللي يمكن المشاهد محتاج يعرفه، مش بس الصوت اللي بيسمعوه من فادية، لأنه يمكن ناس تركض وراء الأصوات، لا سمح الله يصير شيء بصوتك، شو بيصير؟ يمكن ما حد بعدين يسأل عنك. لكن في شيء أهم، علاقتك من اللحظة اللي آمنت فيها ابتدأت تنمو وتنضج بلها. خليني قبل ما أتكلم على النضوج والاختبارات، احكي لي شوي إيه التحديات اللي أنت كفادية واجهتيها، أولاً من خلفية، لأنك أجيت من خلفية إسلامية، اثنين أنك أنت كنت في الوسط المسيحي، شو التحديات اللي شفتيها وإيش فينا يعني اتعلمينا بهالموضوع حتى ما تتكرر نفس الغلطات؟ هلأ بتطلع باك بقول في أمور أنا تشجعت من خدام God bless them أنه أعملها. أنا بتطلع هلأ بقول أنا مش مفروض كنت أعملها. يعني أوكي أنا عمري 14 أمان بالمسيح، عمري 16 ابتديت أرنم بالكنيسة، 19 ابتديت اتجول بالترني. احساسي بتطلع باك بقول انا مفروض كنت انا اقعد شوي اتعلم الكلمه اكثر، مش مفروض اول ما امن انا صير خادمه دغري، مفروض كان يصير عندي نمو روحي، مفروض يصير عندي نمو بالكلمه، بمعرفتي بالكلمه، مفروض يصير عندي نمو بعلاقتي بالله، مفروض اعرف شو انا الايدنتيتي، مفروض اعرف شو الهويه بتاعتي، هويتي، لانه ابتدت ببدايتي ابتدت هويتي تتكون شوي من خلال الخدمه او من خلال الناس، او ضغط الناس، من خلال الناس، من خلال اللي بقدر اعمله واللي بعمله صح. انا 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 اوكي انا اللي ما قدمته مفروض يكون مثل ما انا بدي او المستوى اللي انا بدي اياه او المستوى اللي انحط علي. انا هويتي ضعضعت. فانا بتخيل هلا لو برجع باك كنت قعدت شوي أكتر، كنت هديت شوي أكتر، كنت تمكنت بعلاقتي بالله أكتر، and then من هيدا المجال، من هيدي الساحة كنت وقفت وبعدين مشيت.